السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم شهوات ام ايناس. اليوم جبت لكم هذا البريوش اللي كيتباع في المخابز، كنشوفوه كيشهينا كيجينا زوين بزاف البنات. جبت لكم بواحد الطريقه اللي سهله بزاف كما دائما كنعودكم، وايضا بمقادير اللي بسيطه موجوده في كل بيت وناجح مليون في المئه. شوفوا البنات على الطراوة ديالو كيبقى رطب بزاف لمدة طويلة، زوين بزاف البنات، بنين، ممكن ديروه بزاف الاستعمالات، ديروه زعما محشو ولا تخليه كيما درت لي انا. ندوزو دابا للمقادير. بسم الله على بركة الله. اول حاجة البنات هنايا عندي في المقادير عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفوس الرطب، عندي زيت نباتية اللي هي نصف كأس، إلا بغيتو تعبرو بالميزان هي تقريبا 60 غرام، 75 غرام ديال السكر السنيدة، ممكن أنكم تزيدو وممكن أنكم تنقصو. هنايا نصف كأس، هاد الكؤوس راه صغار، قياس كأس العنبة داك الصغير ماشي الكبيرة البنات. عندي ملعقة كبيرة ولكن ما عمراش بزاف ديال خميرة فورية، نصف ملعقة صغيرة من الملح، وبيضة كاملة، وبطبيعة الحال الماء الدافئ باش غادي نعجنو هاد الخليط. ندوزو بسم الله على بركة الله. هنايا ضفت الدقيق البنات، غادي نضيف عليه البيضة كاملة. بسم الله. غادي نضيف ايضا خميرة فورية، سكر سنيدة، سكر حبيبات، نضيفو الملح، وغادي نضيف الزيت. غادي نخلي هادشي يترمل واحد شوية، عاد من بعد نعجنوه بالماء. الا كنتو تعجنو بالعجانة غديرو نفس الطريقة، وايضا نفس الطريقة الا كنتو تعجنو بيديكم البنات، راه لا فرق بينهما. هنا البنات كتعرفوا كيفيه ديال باش كنرملو، يعني كنبقاو نديرو غير بحال هكا، كنبسو الدقيق مع الزيت وهاد المكونات، عاد من بعد كنعجنو بالماء. بالنسبه للماء غادي تشوفوني انني كنديرو تدريجيا، ما غاديش نديرو كله دقه واحده باش ما تكونش ليا العجينه جاريه بزاف. بسم الله. البنات العجينه كتكون بحال هكا كتلصق، ها نتوما بحال هكا. غنحيدها دابا ونخليها ترتاح. ها هي العجينه ديالي البنات، غادي نغطيها مزيان بحال هكا بالفيلم اليموتا ونخليها حتى تخمر. ملي تضاعف الحجم ديالها عاد ندوزو باش نشكلوها. ها هي البنات العجينه ديالنا خمرات، ها هي غنحيدها دابا من البول ونحطها على سطح العمل باش نقدر نخدم فيها. غادي نديرو شويه الدقيق الابيض الفوس باش نقدروا نتحكموا فيها وما تلصقش لينا. نحاول البنات نجمعوها بحال هكا ونقطعوها على حساب شحال بغينا.
كنستعنوا بشويه الدقيق. البنات غادي ندير دابا انايا هكا خبيزات ونحطهم على جنب ونكمل الكميه ديالي كامله ونوريكم طريقه تشكيل الخبيزات اللي غادي ندير. اول شكل البنات وهو هذا، غادي نحاول انني نديرو على شكل طولي هكذا. كيكون هكا البنات نحاولوا في الطاوة نبعدوا بيناتهم، ما يكونوش ملاصقين ويكون داك لاسباس فين مازال غادي يتنفخوا لينا. بحال هكا هما البنات كما قلت لكم نحاولوا ما امكن نبعدوا بيناتهم، كيجيو هكا على شكل طولي. ندوزو دابا للشكل الثاني. الشكل الثاني البنات ها هو سهل بزاف، انا خصنا نروليو هذا بحال هكذا. شرحت لكم نخليو العجينه كتلصق باش منين نجيو نخدموها نزيدو فيها واحد شويه، خليو العجينه كتلصق باش منين نجيو نروليوها نزيدو لها الدكيك وما تجيناش قاصحه. يعني هاد الشويه اللي كنزيد كما كتلاحظوا راه كندير غير واحد شويه ماشي بزاف، غير باش ما تبقاش تلصق ليا على سطح العمل بحال هكذا. كيجي هكا، كناخذو مقص وكنبداو نقطعو على هاد الشكل. نحاول البنات نقطعو مزيان باش حتى في الشكل يجينا باين وواضح مزيان بحال هكدا. كنخليو غير شويه بحال هكا صافي. كنهزوها وكنديرو لها على هاد الشكل هكا. كما قلت لكم مازال غتنفخ، داكشي علاش غنخليو شويه ديال الاسباس بحال هكذا ونعاودو نحلوها مازال شويه بحال هكا، حيت كما شفتوها هي عاود تسدات ليا غير باش يجي الشكل ديالها واضح وباين. بحال هكذا البنات، نعود معكم وحده اخرى. كناخذوا هكا كويره، كنحاولوا ما امكن اننا نشكلوها هكا على شكل طولي. ندير لها شويه تاع الدقيق باش منين نجي نهزها ما تلصقش ليا. بسم الله وكنحاولوا اننا نشكلوها على هذا الشكل. غادي نكمل الكميه ديالي كامله البنات ونتلاقاو. هاوما البنات غادي نخليهم يخمروا ومني يخمروا نتلاقاو ان شاء الله.
بالنسبة لهذا الشكل البنات حتى هو غادي نشكلوه وغنزوقوه، ما غاديش نخليوه بحال هكا. بسم الله غادي نديرو ليه هكا. حلقة ها هو البنات شكلناه، دابا غادي نخليه حتى يخمر مزيان ونتلاقاو. البنات ها هما خمروا لينا هاد البريوج ديالنا، ودابا خديت هنايا بيضه كامله خفقتها وغادي ندوز عليهم غير بشويه، هما دابا منفوخين. ندوز عليهم من الفوق ومن بعد غادي نزينهم اما بالسمسم ولا اي حبوب متوفره عندكم في الدار. دابا غنزينهم بهاد الحبوب، كما قلت لكم اي حبوب متوفره ممكن انكم تزينوها بها. سخنت الفران وغادي ندخلهم دابا على درجه حراره 160، من يطيبوا البنات نتلاقاو. البنات هما من بعد ما خرجتهم كي كتشوفو ها هما سخانين، ها هما باقيين سخانين كيجيو رطبين بزاف. البنات شوفوا على جيت لكم باعدو، حاولوا خليو الفراغ راه مازال كيتنفخو. ها هو كيجي الشكل ديالهم غزال زوين بزاف، هانتوما محمرين من كاع الجهات، والاهم في هذا الشيء انهم رطبين بزاف. ها هما زوينين، غنخليهم حتى يدفاو ونخرج الاخرين حتى هما لي باغيت من الفران ونطلقهم. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، بريوش مثل المخابز، صراحه كيجي زوين بزاف البنات وهشيش. ها نتوما كتشوفوا على عين غزال غزال غزال، ضروري انكم تجربوها البنات، ما تعجزوش عليه. كما قلت لكم في الاول طريقه ولا المقادير بجوجهم عفوا ساهلين وبساط، موجودين في كل بيت وناجحين مليون في المئة. شوفوا البنات انه كيجي مفشفش ورطب بزاف وما مدقش. ها نتوما غنقربوا لكم بزاف الكاميرا باش تشوفوا انه قطني قطني قطني، وكما قلت لكم راه ناجح البنات، ما تعكزوش عليه، جا زوين زوين. صراحه عجبني بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوه وترجعوا لي الخبار، يعني كتبوا لي في لي كومونتير انكم جربتوه ورسلوا لي الصور. انا كنحاول البنات انني نوري لكم من جميع الجوانب. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي اول مره يشوف لاشين ديالي يدير لي ابوني ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا جديد الفيديوهات ديالي. البنات ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في رعايه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ولا شهيوه من شهيوات ام ايناس. السلام عليكم. السلام عليكم. والاخرى تاي. السلام عليكم.